السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كاشف ان جزء 30 تسترنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وهلكناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجن بندا سراجن نمدي سراجا وهاجا بسم وعن الله. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريب يوم ينظر المرء ما إنا أنذرناكم عذابا قريبا بن إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شركة التشخيص لو دندايتنا ده. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون أتى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتعشى فأراه. وأهديك إلى ربك. ربك أنا نيوديده ربك أنا وندد يا ربك وأهديك فتعشى إلى ربك فتخشى. وحديك إلى ربك فتعشى وأهديك أنا بريمبتن واو كأني تور ألف أذا وطب وندد وأهديك وأهديك وحديك إلى ربك فتعشى فأراه الآية الكبرى فكذب عشى ثم أدبر يسعى. بسمت. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أكيد متى نلا وفاكهة فتح تنوينانا نكسر تنوينانا برنادو وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاحة يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء يغنيه وجوه يومئذ عليها وجوه يومئذ مسفرة ساهقة مستبشرة وجوه صاحكة لا ضاد ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها أبرة ووجوه ووجوه يومئذ عليها أبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. سجين يعني عليون الله. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بس فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سنور الماما فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوحون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا من الصالحات ولهم أجر غير ممنون. ولهم نوعا لهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون. هل أتاك حديث الجنود فرعون فرعون؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أوه. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تحسرون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا أوصيك وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي ارجعي إلى ربك 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 ناني برنا ربك راضية. إلى ربك راضية Again مرضية same mistake repeat يعني برنيتم in a mistake. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي. എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അസുഖം പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലുമല്ല. ഇർജിഇ ഇല റബ്ബിക്ക എന്നാണ് നീ പറയുന്നത്, റബ്ബിക്ക് എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. فلا اقتحم العقبة وما وما ഇങ്ങനെ തിരക്കൂട്ടല്ലേ. وما أدراك ما العقبة فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسابة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بربهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بربهم أصحاب المشأمة أرد ربهم ولا ورد إلا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فذنب عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأشقى جهنم نورنا نرجعي أود وسيو جنة نيلو الذي كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجعلنبوها الأسفل الذي جهنبها نرمبو جهنم نرغاي هذا وسيجنبها النيل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه أعلى ولسوف يرضى. الذي يؤتي ماله يتزكى അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നത് അല്ലതി എന്ന് കഴിഞ്ഞ് യുക്തി എന്ന് പറയാതെ യുക്തി മാലഹു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ യതസക്ക എന്നുള്ള യതസക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വമാലി അഹദിൻ ഇൻദഹു മിൻ നിഅമതിൻ തുജ്സ ഇല്ല ബതിഗൈനായിട്ട് തന്നെ പറയണം ഇല്ല ബതിഗി റബ്ബിൽ അഅല വല സൗഫ യർദ അലം യജിദുക യതീമൻ ഫആവ ووجدك ضالا فعلا ووجدك قائلا فعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ولا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل ولا أن لا فلا تنهر أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى عبدا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفها بالناصية كاذبة عاتية فليدع ناديه سنده الزبانية كلا لا تقيم واسجد واقترب. ഓരോ ആയത്തിലും രണ്ടു വീതം തെറ്റുകളുണ്ട് കല്ലാല ഇല്ലം യൻതഹി യൻതഹി ലനസ്ഫഅൻ ബിന്നാസിയ
ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين قيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنوا من الصالحات الله وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة التكاثر ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم حاكم التكاثر ألهاكم التكاثر نلا ال ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى صرتم المكابر كلا صرتم لنا سوف تعلمون إذا زرتم المقابر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اوكي سورة الهمزة ويل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع همزة اللمزة لونا ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أهلد كلا لينبذن في الوتمة وما أدراك ما الوتمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة عمد ممددة. سورة الماعون أرأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي هو اليتيم ولا يوم ولا طعام يدعو اليتيم ألا يدعو اليتيم أدعو اليتيم ألا يؤم ولا ولا طعام ولا أحنا ولا يحب ولا يهم ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. another repeat it استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد. ഖാഫിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബാൻഡ് ദാലിന്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പുറത്ത് കേൾക്കണം ഓതുമ്പോൾ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആയത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഖാഫ് ബ ദാൽ, ഇതെല്ലാം പുറത്ത് കേൾക്കണം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് ഉണ്ടല്ലേ, ഖ് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഓതുന്ന എങ്ങനെ? ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, അവിടെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ആ ലെറ്റർ. ഒന്നുകൂടെ ഓത്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كيلا قافنا ق من ك شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ഞാൻ കുറച്ച് ജി കെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ഇതിന്റെ പാർട്ടല്ല. ഇതിൽ എത്ര എത്ര പിന്നെ സൂറത്തുകളുണ്ട് അമ്മ ജുസയില്? 37 സൂറത്ത്. അൽ മുഅവ്വിദതൈനി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൂറത്തുകളുണ്ട്. തൗഹീദ്, ഏകദൈവ വിശ്വാസം, ഖുർആന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സൂറത്തുണ്ട്, അതേതാണ്? അബൂലഹബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഏത് സൂറത്തിലാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലമയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയുമായിട്ട്, ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കൂ അടുത്ത വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കല് വന്ന് സംസാരിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. തഫ്സീർ നീ പഠിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻഷാല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം.